لو انك بتتوظف وتاخذ شهاداتك وتروح الجهه المعينه تسالهم انت كم ساعات العمل، ايش طبيعه العمل اللي بيقدمه، كم راتبي، ايش مميزات، هذه لازم اعرفها انا عشان انا ما اقدر اعطي كذا بدون ما اعرف وش اللي باخذ. في امر الاخره كذلك لازم يصير عندنا مثل هالشيء هذا، اني استشعر ايش لي انا. يا جماعة الخير مثلا صلاة التراويح احنا ما نروح نصلي ونوقف حول نص ساعة او 40 دقيقة كذا بلوشة على الفاضي، لا، الا ما نرجو شيء من الله. لازم اعرف انا ايش لي اذا صليت مثلا صلاة التراويح قيام الليل، من قام مع الامام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة كاملة، وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل في الحديث، وان الله وتر يحب الوتر. في الحديث الاخر لن تسجد لله سجدة الا رفعك بها درجة وحط عنك خطيئة. الحديث الاخر ان العبد اذا قام يصلي وضع الذنوب على رأسه وعاتقه فكلما ركع وسجد تساقطت. لازم نستشعر مثل هالمعاني عشان نتحمس نجتهد اكثر. والله يعيننا وياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي.